عندك حق، احنا شفنا بلاوي. فاكر فيلم حملة فرعون؟ تفكرنيش أرجوك. دور معايا بس هنا عشان نعرف نخرج من المكان اللي احنا فيه ده. يلا يلا يا بمبم يلا. حاضر. ولا جندوب؟ ايه؟ كراسة مكتوب عليها بمبم. ايه ده؟ كراسة مكتوب عليها جمجوم. دي كراسة الرسم بتاعتي وانا في ابتدائي. الله، حلو قوي. دي صورتك. ده كلب. ما عشان انت وفي. رمزية. ايه ده ايه ده؟ انت سايكو ده جمجوم؟ بترسم نفسك وانت مقتول وبتشرشر دم؟ لا، انا ما رسمتش الصورة دي وانا صغير. واضح ان اللي بيلعبنا اللعبة دي عارفها كويس قوي. افتح كده كراستك. لا، انا هفتحها في البيت لما اروح. هي هديه عيد ميلادك، ما تفتح يا عم. هنا دي صور. ايه ده؟ دي صورتي وانا جايب ازازه الزيت من عم رفعت، ودي صورتي وانا بصبح على الناس في الحاره. انت عارف اني احب انزل الحاره اصبح على الناس كده. محمد فؤاد بقى. ايه اللي جابني انا انت؟ هو حضرتك قمت ازاي يا جوز؟ قصة في عينك قليل الادب. قصة مين؟ يا نهاركوا اسود، اوعوا تكونوا اغتصبتوني وانا نايمه مش حاسه. لا، انا مش حمل خلفه دلوقت. نغتصبك ايه يا حاج؟ احنا مخطوفين زينا زيك بالظبط. اهدي بس كده عشان تسمعي ايه اللي حصل لنا. احنا في واحد مجنون خاطفنا كلنا وخاطف صاحبتنا اخلاص، فعايزين نتحرك من هنا بسرعه ونحل اللغز عشان ننقذها قبل ما يغرقها. طب ما تغرق ولا تتحرق، انا مال انا؟ ما هو ده اللي محتاجين نعرفه. انت اخر حاجه فاكراها ايه؟ اسمع حضرتك يا قليل الادب. انا اسف، اخر حاجه فاكراها ايه حضرتك؟ انا كنت بشطب المواعين ونظفت المطبخ، اتفرجت على الست هاله سرحان في هاله شو، وبعدين شفت السيد سمير صبري في هذا المساء، وغسلت سناني ونمت. يا بوي، وانت نايمه من التسعينات؟ طب اسود الجثه صحيت يالا. انت واقف عمال تتكلم مع الجثه؟ اقرا عليها تعويذ احرقها. ده يا تحرقك، اخرس بدل ما ادوقها لك تاني. لا لا لا، ده بمبم مخطوف معانا، وانا الدكتور جمجوم. دكتور على نفسك يا بابا. انا بقى خالتك رفايده. مين خالتك بويده دي؟ وازاي انا ما شفتش خالتك بويده قبل كده؟ اسمعها رفايده يا حيوان. يا غبي، الحاجه رفايده مخطوفه معانا. والله العظيم. اه والله. اهلا وسهلا يا امي. جاك ماو، انا اخلف الاشكال الزباله دي؟